السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولتنا الصحفية اليومية لهذا اليوم الاثنين 7 أغسطس 2017. البداية دائما مع أهم العناوين. من صحيفة الوطن نقرأ: العاهل يصدر 3 مراسيم ملكية، تعيين خليفة بن علي محافظا للجنوبية، المعاودة أمينا عاما للتظلمات، وحمد بن عيسى لصرح الميثاق. ومن صحيفة البلاد نقرأ: التوجه الحكومي الاستثماري مقرون بسياسات فاعلة، رئيس الوزراء صياغة خطط اقتصادية أكثر ديناميكية. إلى صحيفة الأيام ونقرأ فيها: الإجراءات مجرد مقاطعة لحماية دولنا، وزير الخارجية: محاولة هروب قطر من الاتفاقات ستكون فاشلة. ومن صحيفة أخبار الخليج: كبير الاقتصاديين بالتنمية الاقتصادية، القطاع غير النفطي البحريني ينمو بنسبة 4.4%، اقتصاد البحرين يتحسن كثيرا في عام 2018. البداية مع ملف الأزمة القطرية، فمع استمرار تعنت قطر وتخبط سياستها ودخولها في الشهر الثالث، نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أكد أنه ليس هناك فائدة من هروب الدوحة، لافتا إلى أنه على قطر التجاوب من خلال توجهها للرياض لإحقاق الحق وعودة الأمور لنصابها، مشددا أن توجه الدوحة إلى الدول الكبرى والمنظمات ووضع لافتات على الباصات مضيعة للوقت، مبينا أن استمرار الدوحة على موقعها سيعمق الأعداء، راجيا ألا يلقوا على دولنا تهما بالحصار أو غيرها من تلك الكلمات، فالمسألة ليست حصارا وإنما هناك إغلاق للحدود والأجواء. ونقرأ من صحيفة الوطن أن الكاتب العراقي علي القاسمي اعتبر أن قطر تواصل الرمي بأوراقها المرتبكة وتستمر في العبث بالممكن والمتاح من دون أن تلقى بما يمكن أن يحدث من وراء كل خيباتها المراهقة والمستفزة، مشيرا إلى أن قطر مرتبكة سياسيا ورياضيا وأبواقها الإعلامية منابر لدعم الإرهاب، مبينا أنها اختارت ارتداء عباءات التخريب. نقرأ من صحيفة البلاد أنه مع مرور الوقت انكشف ما كان مخفيا في العلاقة بين الدوحة وطهران، بعدما اختارت الأولى التصعيد ضد جيرانها العرب والتقرب من دولة تعد من أكبر رعاة الإرهاب في العالم. فعلى مدار سنوات خلت شهدت علاقات البلدين تناميا وتسارعا في مجالات عدة رغم استفزاز طهران ودورها المشبوه في المنطقة، إلا أن الدوحة سارت عكس الاتجاه وخالفت الإجماع العربي. نقلت صحيفة الوطن عن صحيفة البيان الإماراتية التي نشرت تحت عنوان إعلام الكراهية، أكدت أن الإعلام المأجور والمشبوه في انتماءاته خطورته كبيرة في ترويج الإرهاب، واستدلت الصحيفة الإماراتية على ذلك بالإعلام القطري الذي وصفته بإعلام الكراهية، والذي لعب دورا سيئا للغاية على مدى العقدين الماضيين في عمليات الدعاية والتغطية للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها ومحاولة تصويرها على أنها جهاد وبطولة. وفي استطلاع لعرب نيوز يوغوف نشرته صحيفة الأيام استطلاعا شمل 2263 شخصا أمريكيا مقيما في الولايات المتحدة، تبين أن 67% منهم، أي ما يعادل الثلثين، يربطون الأزمة القطرية في أذهانهم بالاتهامات الموجهة إلى قطر بدعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية لجيرانها. ونقلت صحيفة أخبار الخليج عن قناة العربية أن الودائع
أن الودائع الأجنبية في المصارف القطرية تتعرض لمزيد من التراجع بعد أن وصلت في يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها في عامين، كما تعتزم عدد من البنوك الخليجية سحب ودائعها في المصارف القطرية لدى استحقاقها بحسب ما أفادته مصادر لوكالة بلومبرغ. كتب أسامة الماجد مقالاً في صحيفة البلاد بعنوان قطر تخسر من السطر الأول حتى الكلمة الأخيرة، تحدث فيه عن ما تقوم به الحكومة القطرية، فهو ليس مجرد أخطاء منهجية أو اتجاه متسرع، ولكنه انتحار سياسي وطريق إلى الجحيم. وقال الماجد إن دولة قطر الخليجية التي نعرفها تحولت بالكامل إلى قاعدة أجنبية ومرتع للتنظيمات الإرهابية، وهناك رغبة واضحة في تغيير مسار التاريخ وتفريغ قطر من هويتها. وأضاف أن قطر ابتعدت عن شقيقاتها بسبب تعنتها وتصلبها وإصرارها على تجاهل الواقع، وأن الدور الذي تلعبه الحكومة القطرية مؤشر على بداية فصل وأزمة معقدة ترتدي طابعا انفجاريا بركانيا سيكون تأثيرها على قطر وحدها. إلى الشأن المحلي، نقرأ من صحيفة البلاد أنه بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لإحياء صناعة اللؤلؤ في المملكة، أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن فتح الباب أمام إصدار وتجديد رخص صيد اللؤلؤ بدءا من يوم الأربعاء المقبل 9 أغسطس 2017، وذلك بمكتب التراخيص البحرية بوكالة الزراعة والثروة البحرية في البديع. نطالع من صحيفة البلاد أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حمدان أعلن عن افتتاح مركز جديد للتوظيف والتدريب في منطقة الجفير بعد أيام ليخدم أهالي محافظة العاصمة من الباحثين عن عمل، ويقدم خدمات الوزارة الشاملة في مجالي التوظيف والتدريب فضلا عن التأمين ضد التعطل والإرشاد الوظيفي إلى جانب خدمة أصحاب الأعمال. نقرأ من صحيفة البلاد أن الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد سيتواصل مباشرة يوم غد مع متابعي حساب الهيئة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عبر خاصية إنستا لايف، وذلك عند الساعة 9:30 صباحا، وسيستمر البث لمدة 20 دقيقة في خطوة تعزز المشاركة الإلكترونية والتواصل المباشر بين الهيئة والمستفيدين من خدماتها. نشرت صحيفة البلاد أن قسم شؤون الحج والعمرة التابع لإدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نظم دورة تدريبية لأصحاب حملات الحج حول طريقة استخدام جهاز القارئ الآلي على الحاسب الآلي للمسار الإلكتروني السعودي، وذلك بالتنسيق مع قسم تقنية المعلومات بالوزارة. نطالع من صحيفة الوطن أن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة وجه إلى تشكيل فريق مشترك بين اللجنة العليا للتدريب التابعة للمجلس وإدارات الموارد البشرية بالمستشفيات الحكومية لدراسة أفضل الطرق للتسريع في توفير فرص التوظيف المناسبة للأطباء البحرينيين الخريجين والاهتمام بالكفاءة المحلية. نقرأ من صحيفة الوطن أن وزير الإسكان المهندس باسم الحمر قال إن وزارته تلقت عروضا عدة من القطاع الخاص لبناء وحدات سكنية في مدينة شرق سترة، مشيرا إلى الانتهاء من إجراءات الدفن البحري لتلك المدينة بتمويل من برنامج التنمية الخليجي وإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمدينة الجديدة. فيما لفت وزير الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام خلف إلى أن وزارته أعطت أولوية لإنشاء
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في سترة بطاقة استيعابية تؤهلها لمعالجة 16 ألف متر مكعب في اليوم. أكد مقاولو أبنية وإنشاءات لصحيفة الوطن ارتفاع سعر الرمل في السوق المحلي إلى 80 دينارا للشحنة مقارنة مع 15 دينارا خلال العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 23% تقريبا في وقت استقرت باقي أسعار مواد البناء خلال الفترة الأخيرة. يظهر الناس على وسائل التواصل ومواقع الانترنت المختلفة اهتماما ملحوظا بالأبراج رغم كل ما قيل وكتب عنها، ومع أن 16% قالوا إنهم يؤمنون بالأبراج من 1077 شخصا شاركوا في استبيان أعدته صحيفة الوطن، فإن متابعة الأبراج يوميا لا تتوقف عن كونها تسلية، وتشير تعليقات كثيرة إلى أن الأبراج توفر مجالا خصبا لمداعبة الرغبة البشرية الأزلية بمعرفة المصائر. كشف رئيس جمعية سواق النقل العام محمد البربوري لصحيفة أخبار الخليج أن التطبيق الذكي كريم كار على سيارات الأجرة سيتم تطبيقه قريبا، وذلك بعد الانتهاء من الاتفاقية المبرمة بين الجمعية والجهة المسؤولة عن التطبيق، مبينا أن بعض سواق الأجرة حاليا يخضعون للتدريب على البرنامج بغية إدارته على أكمل وجه. نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن سجلات المراكز الصحية رصدت تزايداً في أعداد المرضى المصابين بالمغص، فيما تؤكد مصادر طبية بأن سبب تفشي النزلات المعوية في الصيف يعود لنشاط الميكروبات والفيروسات والطفيليات مع اشتداد الحرارة، ناهيك عن تدني مستوى النظافة في بعض الأوقات، داعين إلى تجنب تناول الأطعمة غير المطهوة. اقتصاديا نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن مجلس التنمية الاقتصادية أعلن أن معدل النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد البحريني بلغ 4.4% في الربع الأول من عام 2017 بعد أن كان 3.7% خلال عام 2016 وفقا لآخر الإحصائيات والأرقام المنشورة في التقرير الاقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. إلى الشأن الرياضي نقرأ من صحيفة أخبار الخليج حيث أحرزت العداء روز شيليمو ذهبية سباق الماراثون للسيدات في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في لندن حتى 13 من أغسطس. نطالع من صحيفة الأيام أن رئيس مجلس أمانة العاصمة محمد الخزاعي قال إن المجلس ناقش رؤية قسم الشؤون القانونية بأمانة العاصمة لزيادة إيجارات العقارات، كما تم إصدار قرار من مجلس أمانة العاصمة بالموافقة على زيادة إيجار عقارات غربي السوق المركزي بمقدار 10% في 2016 لمدة سنتين. قرأوا من صحيفة الأيام أن عدداً من أصحاب الحملات البحرينية المرخصة أكدوا أنهم تسلموا رسائل نصية من قبل وزارة الحج السعودية تفيد بتجميد قرار احتساب الرسوم الإضافية للحجاج الذين سبق لهم أداء مناسك الحج، إذ كان من المقرر أن يدفع 200 دينار لها. نشرت صحيفة الأيام أن إدارة الأوقاف الجعفرية نعت يوم أمس رئيس مأتم بن سلوم رئيس هيئة المواكب الحسينية محافظ المحافظة الشمالية السابق الوجيه أحمد محسن بن سلوم الذي انتقل إلى جوار ربه الكريم. وأكدت الإدارة أن المرحوم كان أحد رؤساء المأتم البارزين المشهود لهم بإسهاماتهم الدينية والوطنية والاجتماعية. ختام الجولة الصحفية مع الكاريكاتير.
بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية. تقبلوا تحياتي أنا وفريق العمل، دمتم في رعاية الله.